أحسن الله إليكم. رسالة أخرى وصلت من السائلة مها من القصيم، تقول: يا فضيلة الشيخ، يقول البعض من الناس بأنه إذا نام الشخص يكون عن يمينه ملك وعن يساره شيطان، هل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ لا أعرف لهذا أصلا، ولكن وإذا نام لا يكتب عليه شيء، رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فلا يكتب عليه شيء وهو نائم. نعم.